جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بالنسبة لتأخير الصلوات وخاصة صلاتي الظهر والعشاء عند بعض النساء بحجة الطبخ في الظهر وأن صلاة العشاء وقتها طويل، فبعض النساء هداهن الله يؤخرن الصلوات، نريد من فضيلتكم نصحهن مع التوضيح لهن بالخشوع في الصلاة، جزاكم الله خيرا. تأخير الصلاة في وقتها لا بأس به، إذا صليت في أول وقتها هذا أفضل، وإذا أخرت إلى آخر وقتها أو إلى وسط الوقت فهذا جائز لا بأس به، أما تأخير الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها فهذا لا يجوز إلا لناوي الجمع، حيث يجوز الجمع إذا جاز له الجمع، يعني يكون مسافرا أو مريضا يجوز له الجمع، فإنه يؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الصلاة الثانية التي بعدها، يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقت العصر، ويؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقت العشاء. أما الذي ليس له عذر يبيح له الجمع فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا من أجل الطبخ ولا من أجل غيره، فيجب أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى وقت الصلاة مواقيتا لا يجوز إخراجها عنها، قال صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي يعتبر تضييعا لها، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة المقصود بها إخراجها عن وقتها، فسمى إخراجها عن وقتها إضاعة لها، وتوعد على ذلك بأشد الوعيد، نسأل الله العافية.